السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم على الانترفيسز ما بين الفاير الارم سيستم وبين باقي الأنظمة. عاوزين نعرف النظام دوت بيشوف إيه وبيتفاعل مع إيه، سواء عن طريق المونيتور مديول أو عن طريق الكنترول مديول. أول حاجة الإلكتريكال بانلز، أنا بحتاج وقت الحريق إن أنا أعمل شوت داون للنورمال باور. طب أنا هعمل كده إزاي؟ أكيد عن طريق كنترول مديول زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. فأنا بحط كنترول مديول على لوحات الكهرباء النورمال عشان وقت الحريق أفصل اللوحات ديت، وده بيكون عن طريق الشنت تريب برضه زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. ممكن في بعض المشاريع مفصلش بانل كاملة، لأن ممكن أفصل بعض المفاتيح من البانل دي، فلازم أحط على كل مفتاح شنت تريب عشان أتحكم في المفاتيح اللي أنا عاوز أفصلها بس، مش هفصل البانل كلها. تاني حاجة الإليفيتورز، وزي ما قلنا الفيديو اللي فات إن أنا على حسب نوع المشروع اللي عندي بعرف إن في مصاعد هتشتغل وقت الحريق ولا مفيش مصاعد هتشتغل. لو في مصاعد هتشتغل وقت الحريق فأنا مش بحط عليها كنترول مديول، لكن لو في مصاعد مش هتشتغل وقت الحريق فأنا بحط كنترول مديول على البانل بتاعة الإليفيتورز دي عشان وقت الحريق أبعت سيجنال على الكنترول مديول يفصل الإليفيتور فينزل عند أقرب دور ويفتح الباب ويقف. تالت سيستم أنا بعمل معاه إنترفيس هو الفاير فايتنج، والفاير فايتنج زي ما قلنا في الأول خالص إن أنا بعمل مونيتور على الفالفات بتاعة الفاير فايتنج عن طريق المونيتور موديول، وكمان ممكن أراقب الجاز سيستم بانلز اللوحات بتاعة الفاير فايتنج. واللوحات دي بيكون فيها تلات حاجات رئيسية أنا محتاج إن أنا أراقبهم، الفولت وألارم وديستشارج. ديستشارج ديت معناها إن في أسطوانة هتبدأ تشتغل، وألارم معناها إن في ديتكتور حس بحاجة بس السيستم مشتغلش، وفولت معناها إن في عطل في اللوحة. محتاج أعرف أنهي واحدة من التلاتة اللي هتبقى أون عشان أعرف الفاير فايتنج اشتغل تمام ولا مشتغلش. السيستم اللي بعد كده هو الـ HVAC، والسيستم دوت أكتر سيستم بياخد نقط مونيتور مديول وكنترول مديول من الفاير ألارم، لأن هو المسؤول عن تهوية المكان وقت الحريق. فأنا وقت الحريق بحتاج إن أنا أشغل حاجات وبحتاج إن أنا أفصل حاجات. طب زي إيه؟ زي مثلا الفريش إير. الفريش إير فان بحتاج إن أنا أفصلها وقت الحريق، وفي نفس الوقت محتاج إن أنا أشغل الإكزوست فان عشان تطرد الدخان من المكان، وبحتاج اشغل حاجة تالتة اللي هي البريشرايزيشن فان عشان احجم السموك في مكان معين ما يبدأش ان هو ينتشر في المبنى بالكامل. السيستم اللي بعد كده البابليك ادرس سيستم، وفي حالة الحريق انا بعمل ميوت للموسيقى اللي شغالة عشان اذيع رسالة اخلاء، فده عن طريق كنترول مديول بفصل الموسيقى وابدأ اذيع رسالة الاخلاء. السيستم الاخير معانا هو البي ام اس، والبي ام اس انا بعمل مونيتور للفاير الارم. الفاير الارم مفيش سيستم بيتحكم فيه، لكن ممكن اعمل له مونيتور عن طريق البي ام اس، وده بيكون عن طريق بانل تو سيرفر كوميونيكيشن. دوت نوع من انواع الكوميونيكيشن بين السيستمز وبين البي ام اس اسمه بانل تو سيرفر. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن تيبس اند تريكس عن الفاير الارم سيستم. شكرا.